إذن الإقرار هو اعتراف الإنسان بحق يجب عليه، سواء اعترف بدين أو بعين أو بحق. كان يقول لفلان علي دين قدره 100,000، أو يقول هذا الجوال الذي بيدي هو ملك لفلان، هذا إقرار بعين، أو إقرار بحق من الحقوق. فاعتراف الإنسان على نفسه هذا هو الإقرار. الإقرار يكون بكل لفظ يدل على الإقرار. الشيخ يريد أن يشير إلى أنه لا يشترط أن يقول أقر بكذا، فلو قال لفلان علي دين قدره 100,000 يكفي، هذا يدل على الإقرار، ولا يشترط أن يقول أقر على نفسي بأن لفلان إلى آخره.